يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خرج من رجل مذي وهو متيقن من خروجه لكن لم يجد له أثرا في الثياب، فهل يجب عليه أن يغسل ثوبه أو يرشه بالماء ولو كان شيئا يسيرا لا يدري أين وقع؟ الأمر سهل، يطرد الشك باليقين، يغسل يرش محل اللي يشتبه فيه يرشه بالماء والحمد لله. نعم.